ثم إن يزيد بن معاوية خرج إلى المسجد فأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين، ففعل الخطيب ذلك، فصاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم أقبل على يزيد وقال: هل تأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام لله في رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب؟ فأبى يزيد فألح عليه الناس، فأذنا له بعد كلام يطول بيانه. من جملته قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قدر ما يحسن هذا وهو صغير؟ فقال: إنه من آل بيت قد زقوا العلم زقا، فلم يزالوا به حتى أذنا له، فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. فقال: سلام الله عليه، الحمد لله الأول الذي لا أول لأوليته، والباقي بعد فناء الخلق، والآخر الذي لا نفاذ له، خلق الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنقلب بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت الأمم الماضية والقرون الخالية، أفنتهم كأنهم لم يكونوا لها عمارا، أفنتهم حتى تعالت عليهم الأفاعي والديدان. فاستبدلوا شر أعمالكم بصالح الأعمال. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والكرم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار. ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن من أوحى إلي الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين
وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعدائه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين. أنا ابن أول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقامع المعتدين ومبيد المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الألحام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأمضاهم جنانا وأشدهم عزيمة وأودهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى إذا اختلفت الأسن واقتربت الأعنة ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنا ابن عديمات العيون أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهراء ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء. أنا ابن من رأسه على السنان يهدى أنا ابن من حرمه من كربلاء إلى الشام تسبى فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن أذن حتى يقطع على الإمام كلامه فقال المؤذن الله أكبر قال الإمام كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وجسمي وعظمي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت الإمام زين العابدين وهو بعد على المنبر فقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك فإن زعمت أنه جدك
فقد كذبت وكفرت وأثم، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت ذريته. وسبيت نسائي يا ثم نزل الإمام من على المنبر هذا، وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام زين العابدين. قال المنهال: فجئت إليه مسلما عليه فقلت: سيدي يا ابن رسول الله، كيف أمسيتم؟ قال: يا منهال، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر آل بيته مذبوحين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.